السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع جلفة لنقف على مشروع إنشاء مستشفى مكافحة السرطان بمدينة الجلفة. إذن ونشوف بأنه المشروع هذا عرف تقدم يعني متسارع في الأشغال، حيث أنه الآن رانا في المرحلة النهائية تاع المشروع هذا، في يعني خاصة التغليف تاع البنايات وكذلك التهيئة الخارجية. نخليكم تابعوا نهاية الفيديو هذا، ونشكركم على المتابعة، وصحة صيامكم وصحة فطوركم وصحة سحوركم، وإن شاء الله يتقبل منا ومنكم صيام هذا الشهر العظيم. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.